نعم الهندوس، كنا نشاهد في هذه الاعتداءات الشعارات المرفوعة هي يحيى الإله أرام ويحيى الوطن الأم. ما مدى ارتباط هذه الشعارات بهذه القومية المتصاعدة كما كنت تتحدث بدعم سياسي من حكومة مودي والحزب الحاكم في الهند؟ الحزب الحاكم في الهند يعتبر هو الجناح أو الجناح السياسي لمنظمة RSS أو راشتريا سوايم سافك سينغ. الحزب الحاكم في الهند ليس فقط هو الوحيد، وإنما هناك أحزاب أخرى أيضا هي أيضا يعني تمنح راشتريا سوايم سافك سينغ، تمنحها غطاء شرعيا وغطاء قانونيا وغطاء سياسيا. مثلا ما جرى في منطقة آسام قبل فترة، هو جرى في هذه المنطقة من عام 2006، كانت هناك عملية تهجير ممنهجة بهذا الخصوص. هذه الشعارات المناهضة للمسلمين والمناهضة أيضا لجميع الأقليات الأخرى في الهند وراءها عقلية هندوسية ترى أنه لا طاهر على الأرض هذه غير الهندوس، أنه الجميع حلالو الدم، حلالو المال، حلالو العرض، ما دام أنهم ليسوا بهندوس. بل وصلت هذه الطائفية إلى درجة أعلى وأكبر، ما يسمى بالبراهما الهندوس أو ما تسمى بالهندية براهمن. البراهمن هؤلاء هم لا يشكلون حتى 5% من الهندوس، ولكن هم لديهم الجاه وما لديهم المال وما لديهم السلطة. هناك طائفة في نفس الهندوس أنفسهم يسمون بالدلت. الدلت يسمون في الهند باللا مساس أو لا يمكن مسهم، بمعنى أنهم قذرون، توجه لهم الأعمال القذرة من تنظيف المراحيض، تنظيف الشوارع وأنتم بكرامة وغيره وإزالة القاذورات. فهؤلاء هم أساسا هندوس، ولكن لا يتم احترامهم وليس لهم مكانة أو حتى تقدير في لدى الهندوس البراهمة. فالحديث هنا عن أيديولوجية متطرفة تقودها أو يقودها 5% من الهندوس، تقود الهند اليوم إلى هندوسية الهند، وتقود اليوم هذه المنطقة إلى خطر ديني، خطر سواء على الدول المجاورة على الهند أو حتى أيضا خطر على العالم بأسره. نعم هذا الخطر يبدو أنه أصبح متزايدا حقيقة، ولكن كيف يمكن أن نقرأ تمسك أيضا المسلمين بإقامة شعائرهم، بعاداتهم وتقاليدهم، بإسلامهم؟ كما كنا نشاهد رغم الاعتداءات أقاموا الصلاة وصلوا رغم هذه الحملة الكبيرة. لو تعطينا أكثر تفاصيل بحكم اطلاعك على هذه الحياة اليومية للمسلمين في الهند رغم هذه الاعتداءات المتواصلة. يا سيد الفاضل، هذه الاعتداءات المتواصلة على المسلمين بدأت منذ قدوم الاستعمار البريطاني إلى شبه القارة الهندية. لو نحن عدنا بالتاريخ إلى ما قبل الاستعمار البريطاني، حكم المسلمون شبه القارة الهندية لألف عام، لم نتحدث عن 100 عام أو 200، وإنما 1000 عام حكمت أقلية مسلمة أكثرية هندوسية. كان الهندوس يمنون أنفسهم بأنه بعد أن ينتهي الاستعمار ويذهب الاستعمار ويغادر الاستعمار من شبه القارة الهندية، فهم سوف يحكمون شبه القارة الهندية مرة أخرى ليعيدوا أو يأخذوا بثأر من حكم 1000 عام. حينها ظهرت باكستان والتي نشأت لتكون وطن للمسلمين في شبه القارة الهندية. هذا سبب وجود باكستان، حتى يأمن المسلمون على عقيدتهم وعلى دينهم. باني ومنشئ باكستان القائد العظيم محمد علي جناح رحمه الله له مقولة تشرح وتوضح وضع المسلمين حاليا في الهند، حينما قال: سوف يأتي اليوم الذي يجبر فيه مسلمو الهند على إظهار ولائهم وانتمائهم. اليوم المسلم في الهند هو مجرد من ولائه، ما يسمى بقانون المواطنة في الهند أو CAA، والذي ينص على هذا القانون خصص به المسلمون تحديدا بنزع الوطنية من المسلمين، بالذات بعد عام 1971، بعد ما حصل من تقسيم الهند، من تقسيم بنغلاديش وباكستان الشرقية آنذاك وباكستان الغربية وباكستان الحالية. المسلمون في الهند نعم هم تمسكوا بإسلامهم بعقيدتهم رغم خيانة القيادات الإسلامية في الهند. حقيقة ما يجري للمسلمين اليوم تتحمله القيادات الإسلامية في الهند. هدمت مساجد مثل مسجد بابري وذكرتموه في تقريركم قبل أشهر قليلة، هدم مسجد بلال التاريخي.
16 مسجد هدمت قبل أيام قليلة في ولاية أوتر براديش. هناك تقصد من جانب الهندوس للمسلمين لعقيدة المسلمين. مثلا في موضوع البقر، الهند هي ثاني أعلى دولة أو ثاني دولة في نسبة تصدير اللحوم، لحوم البقر إلى الخارج، ولكن من يحاسب ومن يقتل ومن يعذب في الشوارع والطرقات ويسحب هم المسلمون. والحجة أنتم تسيئون إلى البقرة، إلى أمنا، إلى آلهتنا، فكيف يمكن للهند أن تصبح ثاني دولة في نفس الوقت أيضا تعبد هذه البقرة؟ المسلمون رغم كل ما يجري، هم يحاولون جهدهم في الداخل الهندي من أجل على الأقل يعني بعض الحقوق البسيطة والتي يكفلها لهم الدستور، إن كان هناك أساسا دستور تتبعه الهند حالياً.